عن إشي لازم أطلع فيه ربع ساعة، مشان هو التكملة لأمس. يسعد مساك يا رب. بحب أحكي شغلة أنوه قبل ما ندخل على الموضوع اليوم. إحنا ما حنحكي كتير عن موضوع صالح، امبارح أخذ حكينا إنه صالح هو قلب كل إنسان أردني، وكل إنسان أصلاً بكل المجتمعات. قصته قصتنا وهمه همنا، وبس لازم أطلع أصرح على كم شغلة، لأنه لازم نحكي للي بيتابعونا، بيتابعونا جوا الأردن وخارج الأردن، شو صار في عنا تصريحات امبارح. صار علينا هت شوي، بس هذا لا يعني إنه إحنا مو مع بعض، مش قلبنا مع بعض. إحنا قلبنا مع بعض، وإحنا بنتعلم من بعض. ما في إنسان كامل، بالعكس كل غلطة بتعلمنا وبنصير أقوى. مسا الخير، مسا الحب، مسا كل إشي. وهيني شكرا مراد لدخولك، وبشكر كل الشباب اللي بيتابعوني على انستغرام وتيك توك واللي لحقوني هون، يعني انتو حبايبي بتعلم منكم. لو على فكرة التعلم مش ما دخل يصير كبير، التعلم من كل حدا. امبارح بعض الناس قالوا طالعة تحكي القصة وانتي ليه عم تضحكي؟ أنا يعني معقول؟ معقول يعني ما عندي إحساس؟ بقولكم ما قدرت أسمعه. أنتم مش مضطرين أفتح لكم أنا أعملكم وأبكي، بكفينا يعني. مش على فكرة القلب والفعل هو جوا عم بنحرق، بالعكس يمكن بعض الكلمات حكيتها كنت بدي أبكي، طلعتها بضحكة عشان ما تحسوا، وعشان ولادي وبناتي اللي بيتابعوني ما يخافوا. أقول لهم إنه كنت كاتبة كم شغلة واستشرت كذا حدا، مش عيب أقول إني استشرت. أقول لهم بدكم أحكي إشي عنكم بصوتكم بصوتي. في منهم بعتوا لي كثير شغلات حلوة، وإحنا بنتعلم من بعض. امبارح أنا كنت أول ناقدة لنفسي، وثبتت البث عشان أنتقد حالي. انفعالاتي كانت أحيانا يمكن زايدة، إحنا بنتعلم. بشكر كل اللي تواصلوا معي على الخاص، كل الناس اللي دقينا في بعض ورجعوا حكوا معي، وكنا غير شكل مع بعض. ندخل بقصتنا، ما حطول اليوم عليكم حبايبي. بحب نحكي، كاتبة شغلات ما بدي أضيع عنها، فحابة على تليفوني على النوتس. بنحكي لأم صالح: لا تحزني يا أم صالح، همك همنا. بداية نشكر رجال الأمن العام والأمن الوقائي والبحث الجنائي على سرعة استجابتهم وتلبيتهم لأوامر سيدنا. بدي أحط ميوت، عم يجيني من كل حدا، بعتذر. بنتعلم، معلش، بوعدكم الجاي أقوى. نشكر رجال الأمن العام والأمن الوقائي والبحث الجنائي على سرعة استجابة وتلبية أوامر سيدنا الذي أولى اهتمامه بالموضوع. بالفعل نفخر بسيدنا أبو حسين، فهو أب لجميع الأردنيين. لا تحزني يا أم صالح، لا تحزني، ابنك ابن كل أردني، والأردن دولة المؤسسات والقانون. بحب نحكي لكل اللي بيتابعونا الأردنيين ومن خارج الأردن، بحب نحكي الحق، العدل لازم يأخذ مجراه. كل مجرم رح يأخذ عقابه، ولازم يكون على قلب وجل واحد. الخلاف لا يعني خلافنا بالآراء لا يعني إنه إحنا مش مع بعض، إحنا يعني شو بقولوا، خلاف بس مش اختلاف، يعني عادي بنتعلم من بعض. كلنا ايد بايد لنتخطى الفتن التي تهدف لزعزعة امن الدولة. كثير ناس بالحجر ما انتبهوا في شيء طلع كثير حلو، قلت لهم سمعتوا؟ في ناس ما سمعوا. طبعا ما بنلوم بعض، يعني احنا بحجر. فحابة نحكي الخبر اللي بيسعد كل أردني وكل أردنية، وبخليهم يشعروا بالفخر والانتماء لهذا البلد ومليكه، وإنه المسؤولية تقع على الجميع زي ما قلنا مبارح. حابة أحكي لكم شو طلع آخر قرارات وأقرأها قراءة ليه، يعني بدي هيك أحكي بكل كلمة لأنها مهمة، مهمة لما أحكيها. مسؤولية تقع علينا هاي، ما بصير أحكي من عندي. حابة أقول شكراً لمدير الأمن العام الحواتمة، شكراً لكل شخص قائم على حماية البلد، شكراً سيدنا، شكراً، شكراً إنه عملوا فرق أمنية مشتركة
من الأمن العام وقوات الدرك لتنفيذ حملات أمنية مكثفة على أصحاب الأسبقيات والأتوات والمعادين والمجرمين. إنه وحكوا اليوم الأمن العام إنه رح يستخدموا القوة الضاربة لكل من يقوم بالمقاومة ويقوم كل واحد رح يقوم على زعزعة أمن الدولة، كل واحد رح يحاول إنه يدخل الخراب أو الفساد أو القوة الغير مرغوب فيها العنف لنشر الخوف وزعزعة الأمن المواطن. هذا الحكي مرفوض يعني بالمرة، وتم تخصيص رقم. كتير حبيت كتير حبيت كتير بشكر كتير. لازم نطلع نحكي كلمة حق، لازم نطلع نحكي لكل هلأ إعلامي وكل واحد عنده صفحة، كل واحد بسموهم بلوجرز اللي عندهم متابعين اللي عندهم ناس، اطلع احكي كلمة حق، اطلع احكي شكرا سيدنا، شكرا للأمن العام، شكرا للجهات الأمنية، شكرا لتخصيص رقم 07901961916، رح أحطه ورح أثبته على تطبيق الواتس أب للإبلاغ عن أي مشاهدات أو معلومات أو شكاوي ترتبط بأعمال فرض الأتوات والبلطجية أو ترهيب أو تربيع وترويع المواطنين. شكرا شكرا. هذا الرقم رح يتم تخصيصه سابقا للإبلاغ عن حالات إطلاق العيارات النارية والتجمعات المخالفة، وكان سببا فعلا للحد منها ولا زال. ورح نتعامل مع كل حدا بيقول عن إشي بشوفه وللسرية، وما تخافوا رح يكون التعامل مع الأمور بسرية تامة مطلقة. مش إنه لما واحد يشوف شيء يقول لي ما بقدر أقول ليقوم يموتوني يقتلوني يسخمطوني، لا لا لا، احكوا احكوا. رح يتعاملوا بكل سرية بكل أمن بكل أمان. اتصل بالرقم، ما تتصل، ابعت واتس، ابعت رسالة قول شفت كيت كيت كيت. سيتم التعامل مع كل المناطق، ما رح أذكرها في مناطق معينة ذكرت، أنا بقول كل المناطق لأنه ما بحب أخصص مناطق غير مناطق نقول هاي فيها ناس مثلا فيها بلطجية أو كذا، لا كل المناطق فيه هيك وهيك، لأنه في ناس بيزعلوا من أولادي وبناتي الموجودين بالمناطق بقولوا لي لا. فمؤكد إنه هاي سرية، إجراءات متخذة بكل سرية بتطبيق القانون بحزم وعدالة ونزاهة وبدون أي تمييز. فبطلب من كل الناس إنهم يعرفوا إنه تم هلأ رح يكون في تشكيل فرق أمنية كتير قوية لمداهمة وإلقاء القبض على كافة الأشخاص والمطلوبين والمشبوهين ومكرري القضايا اللي كانوا لهم أسبقيات أو ما لهم أو موجود اسمهم. مش معناته رح ياخذوا المظلومين، لا، هم حيتأكدوا. بس كل إنسان فار من العدالة أو طلع أو صار أي شيء أو بيهدد منطقة معينة أو مجتمع معين رح يتم يعني رح ياخذوا، بديش أقول القبض عليه، رح ياخذوا ويتأكدوا، رح يكون ما في، كله تحت القانون، كله مسيطر تحت القانون. فأرجوكم، كتير ناس حكيت معاهم تواصلوا معاي بشكرهم. في ناس ما عرفوا قال ليش شو صار، طب يا جماعة مشان الله، كل إعلامي كل واحد عنده صفحة كل واحد عنده ناس، برجع بكرر برجع بقول احكوا هذا الحكي، قولوا انه احنا بلد الأمن والأمان، قولوا انه احنا ما تفكروا في ناس قال زعلانين بس هيك يعني خلاص، مين قال؟ احنا عم نقول بدنا نعالج المشكلة لاحقا، عم بيساووا شغلات عشان عمره ما يصير بعدين بإذن الله. لو صار احنا برضو ناس، المجتمع معرض لكل شيء، بس لنقدر نحد قد ما نقدر من الأشياء الكبيرة اللي ممكن تصير. أما المجرمين بحب أحكي لأولادي وبناتي اللي بتابعوني وقالوا لي إيش يعني بس هيك، لا، المجرمين رح ياخدوا حق نصيبهم. لا تخاف، القانون عادل. ومدام جلالة سيدنا مدير الأمن وكل العالم والتشكيلات والدنيا كلها وكله ما رح يتركوا حدا، كل حدا طلع صاحب أسبقيات كذا وطالعين هلأ بدي يدوروا عليهم. وأي حدا بيهددك، أي حدا، في عنا خط أمن ساخن سيتعامل بسرية. ما رح نرجع نعيد كل شيء، بدنا نحكي إنه ضروري، بأكد على اللي صار مبارح إنه إحنا كلياتنا مسؤولين، المسؤولية مشتركة علينا كلنا، مو مسؤولين شو اللي صار، لا، مسؤولين مشان نوعي الناس شو بعدين ممكن يصير، ليه هيك صار، ليه، كيف بنقدر نتفادى هيك يصير. فأرجو أنه من كلياتنا اللي عنده كلمة صالحة تقدر تبني فيها احكيها، عندك كلمة هدامة تقول لا وخرب كسر دمر حطم على صابي مدري إيش، هاي غنية لكاظم الساهر، تخلوني أدخل بمجالات تانية، ما بدنا هيك، بدنا مع الإيجابية نطلع على قدام. الإيجابية أنه نحد من الأشياء اللي ممكن تيجي بعدين،
نشر الأمن والسلام، نكون كلياتنا مسؤولين، نحط توصياتنا بصدق، نوصل الكلمة المضبوطة، ما نتطلع على كل إنسان هدام، اتأكد من معلومتك قبل ما توصلها، اعرفوا إنه في أمن، الحمد لله، ربي يخلي لي الأردن. ما بدي أطول عليكم، الحمد لله اليوم بطلع معي 352 مشاهد، أنا كنت تاركتكم، أنا بعتذر منكم، بتأسف، بكرر كل شكري واحترامي، بشكر كل الناس اللي بعتولي من الأردن وخارج الأردن إنهم قديهم بيحبونا وبتابعونا، وإحنا بنقولكم إنه منحبكم. للناس كمان اللي قالولي يا ريت مبادرتك تيجي لإلنا، بنقولهم إحنا نشأة أردنية لأمة عربية بإذن الله، جايين للكل، وإحنا الأردنيين إيد واحدة، بفتخر بكل إخواني تعلم منكم، كل الحب لإلكم، تابعونا بحلقات تانية أقوى، رح ينثبت البث ورح أجاوب على كل حدا بتعلم منكم، أختكم الصغيرة، أختكم الكبيرة، أمكم اللي بدكم يا بتعلم منكم. بعتذر عن أي شيء ممكن تفهموه غلط، بس بالآخر حبنا حب الوطن، كلمة حق، والله يخلينا وطننا وملكنا. إلى اللقاء.